صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: البعض يقول بأن السلفية حزب متشدد ويفرق بين المسلمين، فهل هذا قول صحيح؟ ما في شك أن هذا ضد للسلفية، هذا ضد لمذهب السلف والعياذ بالله. وهو الذي مذهب السلف هو الذي يجمع المسلمين، الذي جمع الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، إنما هو عقيدة التوحيد، عقيدة السلف. وما تفرق الناس إلا لما تركوا عقيدة السلف، صاروا معتزلة وصاروا أشاعرة وصاروا جهمية وصاروا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.